بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. نقدم أيضا تمرين يخص سلاسل التمر بالنسبة للمسلك العربي. فدائما سياق التمرين ثم عندي الوثيقة أو الأسناد ثم التعليمة كسؤال. بالنسبة نبدأ في القراءة على بركة الله. تتموضع سلسلة جبال الأنديز، هذه سلسلة التمر، طول الهامش الشرقي للقارة الأمريكية الجنوبية. يشهد هذا الهامش نشاطا جيولوجيا مهما. لدراسة بعض جوانب هذا النشاط وعلاقته بتشكل جبال الأنديز، نقدم المعطيات الآتية. غنشوفوا الشكل أو الوثيقة 1، خريطة تبين موقع جزء من سلسلة جبال الأنديز مع بعض الخاصيات الجيوفيزيائية والبنيوية لهذه المنطقة. السؤال رقم 1، يعني غادي من بعد غادي نتكلم على الوثيقة رقم 1 بالتفصيل. تعليمة أو السؤال، باستغلال معطيات الوثيقة 1، الوثيقة بين عندك تسحب لك الرياضيات، هذا ماشي الرياضيات، بما أن فإن وإذا وهذا، لا، فقط انطلاقا من هذه الوثيقة نستخرج المعطيات لا أقل ولا أكثر. بين أن الهامش الشرقي للقارة الأمريكية الجنوبية يشكل منطقة التمر. هل هامش الشرق هو هذا الغرب وهذا الشرق، مع تحديد الصفيحة المنغرزة الراكبة 1.25، خمسة ديال العوارض، خمسة ديال العوارض، خمسة ديال الأفكار، تحطهم فصل جدي، 1.25 غير باش تعرف راسك كيفاش غادي تجي. يتفق الباحثون حاليا على أن الصهارة المميزة لمناطق أو للنشاط البركاني لمناطق التمر ناتجة عن انصهار جزئي للبيريدوتيت، يعني للصفيحة الراكبة. لتحديد البراهين التي تؤكد هذا الطرح، نقدم معطيات الوثيقة 2، هل الوثيقة 2، الوثيقة 3، هل الوثيقة 3. بالنسبة للوثيقة 2، تحديد موقع الانصهار الجزئي للغذاء العلوي منطقة التمر. ها المنطقة ديال الانصهار الجزئي، وكتمر من حداها المحدد ديالها خط ديال 1000 درجة مئوية. ثم في هذا المقطع فيه اغ 1 اغ 2 واغ 3. هادو اش كتعني اغ 1؟ صخور. اذا هنا عندما نمر من اغ 1 الى اغ 3 ماذا نلاحظ؟ انه يزداد الضغط، يعني ملي كنتكلم على مناطق الطمث. بالنسبه للوثيقه 3، تظهر ماذا؟ شروط تجريبية للانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت المشكلة للغذاء العلوي. هذه غادي ندرسهم بتفصيل ممل بالنسبة لهاد الجوج. اش خاصني؟ ضروري ما ننساش الملاحظة الدقيقة لهذه الوثائق. بالنسبة للوثيقة 3، شروط التجريبية للانصهار الجزئي للبيريدوتيت، غنتكلم على كل شكل على حدة. الشكل ألف غنتكلم عليه على حدة، والشكل باء أيضا. فالشكل ألف، شروط انصهار البيريدوتيت غير المومية، نتكلم على في غياب الماء وهنا في وجود الماء. هنا كنلاحظوا ها بالنسبة لهاد المنحنيات 1 و 2 و 3، 1 منحنى الانصهار الكلي للبيريدوتيت، 2 منحنى بداية الانصهار البيريدوتيت، و3 منحنى الدرجة السعيرية في مناطق الطمث. هادو غندير مقارنة في الجواب ديالي، غندير مقارنة ومن بعد غادي نشوفو بتفصيل. بالاعتماد على معطيات الوثيقة 3، قارن النتائج التجريبية للشكلين ألف وباء، ثم حدد شروط وظروف العمق. هنا عندي شحال؟ 1.25. باستغلال معطيات الوثيقة بين أن هذه الظروف تتوفر في منطقة التمر. 20 تكون واحد الفكرة بسيطة جدا. نتابع القراءة. لتحديد كيفية تحقق شروط الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت في مناطق التمر، نقدم أو تقدم الوثيقة 4، تفاعلان عيدانيان مميزان لتحول صخور غلاف صخري المحيطي بمنطقة التمر. يعني عندي الصخور R1 R2 R3، هذه الوثيقة هي التفاعل العيداني. التفاعل الأول تفاعل مميز لتحول الصخرة R1، هذه الصخرة R1 شوف فيها الكلوريت والأكتينوت، R1 هي الشيس الأخضر، R2 فيها الجلوكوفان، شيس الأزرق.
بالنسبة للشيس الأزرق أيضا يتضمن البلاجيوكلاز. هاد صخرة الجلوكوف عفوا صخرة الشيس الأزرق ستتعرض لتفاعلات، العامل الأساسي فيها هو الضغط بالأساس، ودرجة الحرارة تكون التأثير ديالها ناقص، فسوف تتغير أو ستتحول إلى صخرة الإيكلوجيت اللي هي R3. إذا هاد التفاعلات فخصني نكون فاهم ماشي التفاعل بالضبط، ولكن على أن في مناطق التمر ستحدث هناك ماذا؟ تحولات في البنية وفي التركيب العدائي باستغلال معطيات وثائق جوج ثلاثة وأربعة. أربط العلاقة بين التغيرات التي تطرأ على صخور الغلاف الصخري المنغرز بمنطقة التمر وتشكل الصهارة بهذه المنطقة. 0.5 هنا واحد، يعني 0.5 قليلة مقارنة مع داكشي اللي غادي تكتب. هنايا تيبقى المصحح تقدم لي غير معطيات يعني تكون بسيطة ومنظمة، راه يعطيك النقطة ديالك، لا داعي تبقى تدخل وتخرج في الهضرة. قراءة جيدة للوثائق وتوكل على الله. الإجابة عندي: تبين أن الهامش الغربي للقارة الأمريكية الجنوبية يشكل منطقة تمر، مع تحديد الصفيحة المنغرزة. ترتبط الإجابة على السؤال بفهم إيش؟ بفهم الوثيقة. عندي هذه السلسلة الجبلية فين جات؟ عندنا صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة نزاكا. صفيحة نزاكا هنا أول حاجة رد البال، المفتاح خطوط تجمع بؤر الزلازل متساوية العمق. هاي عندي بادية من 150، 200، 250، 300، 350، هنا 400، واخا هنا كاين 600. المهم هنا غادية تزايدية، يعني العمق ديالها قليل وغادي وكيتزاد. ثم عندي هنا توزيع البراكين، ها هما البراكين اللون ديالهم أسود، نقاط سوداء، بالإضافة إلى وجود حفرة محيطية. إذا لاحظتوا هذه الحفرة المحيطية، رأس المثلث، هذا رأس المثلث، فهو يشير إلى أن الصفيحة الراكبة هي صفيحة أمريكا الجنوبية، والصفيحة المركوبة هي صفيحة نزاكا. ثم عندي هنا سرعة تحرك الصفيحة بالمليمتر، عندي في هذه المنطقة 77، هنا 77 مليمتر، وهنا 61 مليمتر، يعني شكون اللي غادي يتحرك؟ هما بجوج كيتحركوا في اتجاهان متعاكسان، صفيحة أمريكا الجنوبية جاية هك، وصفيحة داك نزاكا في الاتجاه الآخر. إذا الإجابة ديالي، فإذا فهمت الوثيقة غيكون داك الشيء سهل. ها هي تصاغ الإجابة على شكل عوارض. المؤشرات الدالة على أن المنطقة المدروسة هي منطقة تمر: أول حاجة وجود بؤر زلزالية يزداد عمقها كلما اتجهنا داخل القارة من 150 كيلومتر إلى 400 كيلومتر. ثاني حاجة وجود حفرة محيطية صفيحة نزاكا وصفيحة أمريكا الجنوبية، وجود براكين، ثم أن الصفيحتين لا نزاكا ولا أمريكا الجنوبية فهما تتحركان في اتجاهان متعاكسان، ثم الصفيحة المنغرزة. شكون هي المنغرزة؟ شكون اللي غيعطيني فكرة هو هذا الرسم. الصفيحة المنغرزة هي صفيحة نزاكا، والصفيحة الراكبة هي صفيحة أمريكا الجنوبية. ونقرأ هذه الملحوظة: رأس المثلث يكون متجها نحو الصفيحة الراكبة. بالنسبة لهاد الميبيان ديال الانصهار الجزئي للبريدوتيت، هذا راه ساهل. مقارنة النتائج التجريبية للشكلين ألف وباء، وتحديد شروط وظروف العمق ودرجة الحرارة اللازمة لحدوث الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت. هنا غادي أول حاجة خاصني نشوف الأرقام. رقم واحد منحنى الانصهار الكلي للبيريدوتيت، رقم واحد. رقم جوج منحنى بداية الانصهار، ها منحنى رقم جوج، واحد هذا الخط، هذا هو الخط، هذا هو المنحنى. ثم المنحنى الثالث ومنحنى الدرجة السعيرية، هذا المتقطع، هذا رقم واحد، رقم جوج، ورقم ثلاثة، هو اللي رد لهم بان مزيان، هل هما يتقاطعان أو لا يتقاطعان؟ غنمشي للشكل ب، منحنى جوج والمنحنى ثلاثة، فهما يتقاطعان، الشكل ألف لا يتقاطعان، وفي الشكل ب يتقاطعان. دونك هنايا
ملي ما كيتقاطعوش عدم توفر شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتي. ملي كيتقاطعوا كيعطيني واحد المجال، وهذاك المجال ها هو من هنا البداية ديالو وها النهاية ديالو. وهنا كندير الإسقاطات على محور درجة الحرارة، وعلى المحور اللي فيه العمق، والمحور اللي فيه الضغط ها هو هادشي. دونك هنا فقط بسيط وبسيط جدا، لاحظتوا تما هالمجال البداية ديالو النهاية ديالو، ثم شيء هذا هو المجال ها هو. بالنسبة لكيفية الإجابة مقارنة النتائج التجريبية للشكلين، غندير العريضة الأولى في الشكل الألف والعريضة الثانية في الشكل باء. في الشكل الألف، في غياب الماء يلاحظ عدم تقاطع منحنى الدرجة السعيرية في منطقة الطمع ومنحنى تصلب بيريدوتيت، وبالتالي عدم توفر شروط الانصهار الجزئي لهذه الصخرة. الشكل باء، بوجود الماء يلاحظ تقاطع منحنى الدرجة السعيرية في منطقة الطمع ومنحنى تصلب بيريدوتيت، وبالتالي توفر ظروف الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. انا كتبت هنا عوارض، لكن في نفس الوقت عندي مقارنه في اوجه التشابه واوجه الاختلاف. عندي كلمة، ولكن في غياب، في وجود، تقاطع، عدم تقاطع، ثم عندي توفر، عدم توفر، يعني هنا درت مقارنه بلا ما نحس. غادي نمشيو لتحديد الشروط، تحديد الشروط وظروف الانصهار. بالشكل الألف، في غياب الماء وعند عمق 80، هانت من غندير هنا عمق 80 ها هو، وقتاش غيكون عندي، وقتاش غندخل لهذا المجال، مجال ديال صلب سائل الانصهار الجزئي، حتى لدرجة الحرارة ديال 1500 درجة مئوية. عاد باش يكون هنا ما مطلوبش منك تحدد هاد الظرف، ولكن غير باش تفهم، راه ملي ما كيكونش الماء ما كتكونش الظروف ديال الانصهار الجزئي في مناطق ملي كيكون الماء كيكون الانصهار الجزئي ولا الظروف. دونك هنا في هذه المنطقه، في غياب الماء وعند عمق 80 ودرجه حراره 1500، انا ملي غندير الاسقاط عاد باش غندخل انا بدايه الانصهار الجزئي. غنشوف الشكل الاخر، الشكل الاخر اللي هو الشكل باء. لاحظوا هناك تقاطع بين المنحنيين جوج وثلاثه. هنا غنحدد المجال، ها الاول ديال درجه الحراره، هاد الثاني ديال درجة الحرارة. هنا تقريبا 1250 يعني جات في المنتصف، وهنا تقريبا يعني في المنتصف تقريبا 750 درجة مئوية. بالنسبة للعمق 80، وهنا تقريبا 180 200، يعني على حساب الوثيقة. دابا هنا تقريبا غنقول 200 كيلومتر. دونك الشكل باء، بوجود الماء وفي عمق يتراوح بين 80 و 180 درجة 100 كيلومتر، ودرجة حرارة تقدر بين 750 و 1200، يحدث انصهار جزئي للبيريدوتيت. دونك هذه هي الطريقة ديال القراءة ديال هذا الميبي. أجي نشوفوا سؤال رقم 3، تبيان توفر الظروف التجريبية للانصهار الجزئي للبيريدوتيت في منطقة التمر من خلال معطيات الوثيقة جوج. يعني خاصني هنا القراءة الجيدة، ولكن هنا هذه الوثيقة جوج اش غتعطيني؟ تحديد الموقع فقط. هذا الموقع ديال الانصهار الجزئي ها هو الشكل، لاحظوا هنايا، فهو يوجد تقريبا في عمق شحال؟ يوجد تقريبا في عمق 100 كيلومتر، ودرجة الحرارة غادي نرد البال، لاش ها العمق، درجة الحرارة رد 1000، ها 1000 الخط، فهو يمر من هذه المنطقة. لاحظتوا؟ إذا هنايا عندي درجة الحرارة 1000 وعندي العمق، إذا هاد المعطيات فين كاينة؟ إذا رجعت لشروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت غادي نلقى هاد المعطيات اللي استخرج كنلقاها كاينة في الميبيان بعد التحليل ديالو. إذا توجد منطقة الانصهار الجزئي للبيريدوتيت في عمق يقدر بحوالي 100 كيلومتر ودرجة الحرارة 1000، وهذه الظروف تتواجد ضمن الظروف التجريبية الممثلة في الوثيقة رقم 3. السؤال الأخير الرابع، تحديد العلاقة بين التغيرات التي تطرأ على صخور الغلاف الصخري المنغرز منطقة الطمر وتشكل الصهارة بهذه المنطقة. تتطلب الإجابة على هذا السؤال توظيف مختلف معطيات الوثائق جوج وثلاثة وأربعة، تحديد كيفية تحقق
شروط الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت بربط العلاقة بين التحول أي التغير الذي تعرفه الصخور غلاف الصخري المحيطة بمناطق القمر بتغير العمق ودرجة الحرارة والضغط وتشكل الصهارة. هنا الإجابة انغراز، دونك هنا كيفية الإجابة على الأولى، انغراز الصفيحة المحيطية لنزاكا تحت صفيحة أمريكا الجنوبية، يعني الوثيقة جوج. يعني هذا الانغراز يؤدي إلى ماذا؟ ارتفاع في الضغط بينما درجة الحرارة تظل منخفضة. نتيجة هذا الانغراز تؤدي هذه الظروف إلى تحول الصخور، يعني المرور من R1 إلى R3، من الصخرة R1 إلى R3، وحدوث تغير في التركيب العيداني، وذلك باختفاء معادن مثل الكلوريت والأكتينوت وظهور معادن جديدة مثل البيجادي والجديد. يعني كل هذا، يعني هذا باختفاء معادن ناتج، يعني السبب ديالو تفاعلات عيدانية مصحوبة، من كتكلم عيدانية تخص المعادن، مصحوبة بتحرير الماء. هذا الماء، انتشار الماء عبر الريداء في عمق يقدر بحوالي 100 كيلومتر ودرجة حرارة 1000، هذه جناها من الوثيقة الأخيرة، وضغط مرتفع مما يسهل انصهار جزئي للبيريدوتيت وبالتالي تشكل الصهار التي تصعد نحو السطح لتعطي بركانية أنديزيتية. وثيقة رقم 3. دونك هذه هي الإجابة عن هذا السؤال، أو ممكن نختصره على الإجابة ديال الامتحان الوطني، هي انغراز الغلاف الصخري المحيطي ينتج عنه ارتفاع كبير في الضغط وبالتالي تحول الصخرة R1 إلى R2 وتحول R2 إلى R3 بطبيعة الحال مع حدوث تفاعلات عيدانية. هذه التفاعلات العيدانية تؤدي إلى تحرير الماء الذي يساهم في تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت وبالتالي تشكل الصهارة. هنا باختصار شديد، ولكن على يعني أحسن حاجة نديرها هو نكون فاهم وعارف وبالأسلوب ديالي. والسلام عليكم.